وتتواصل الجهود على معبري أرقين وقسطل الحدوديين لاستقبال الفارين من السودان بسبب الاشتباكات الدائرة هناك. هذا ويستقبل المعبر على مدار 24 ساعة السودانيين والمصريين ورعايا الدول القادمين من السودان، حيث تقدم السلطات تسهيلات كبيرة للقادمين. وللمتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من معبر أرقين الحدودي مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، انقل لنا الوضع لديك، كيف تسير عمليات العبور والتسهيلات المقدمة في المعبر للعائدين من السودان؟ تحياتي لكما ولكل متابعينا من داخل إحدى صالات معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان. إذا تحدثنا عن عملية إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية إلى مصر، فهناك أكثر من مشهد. جميع هذه المشاهد تحمل عنوان عريض، وهو المساندة والمساعدة بكافة الوسائل. إذا تحدثنا عن استمرار فتح المعابر المصرية، نتحدث عن النقاط التي قامت بتخصيصها وتحديدها وزارة الخارجية المصرية لمن يريد الإجلاء أو الانطلاق من السودان إلى مصر عبر عملية الإجلاء البري، منها معبر أرقين الذي يتواجد به الآن ومعبر قسطل. هذه العملية المستمرة على مدار ساعات اليوم، وأيضا يستمر معها الخدمات المقدمة والجهود المصرية من هيئة الموانئ البرية وأيضا الجافة، بإضافة أطقم عديدة خاصة بتسهيل الإجراءات، إجراءات التوثيق والتأشيرات على القادمين، كما يظهر من خلف الآن القادمين من الجانب الآخر وهو الجانب السوداني والمرور على مكاتب التوثيق والتأشيرات. هذا مشهد. مع هذا المشهد يستمر أيضا مشهد آخر، وهو المساعدات اللوجستية والخدمات الطبية والجهود المصرية المتمثلة فيما يقوم به الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة. لو تحدثنا عن الهلال الأحمر المصري، فهو يقوم بدور كبير من خلال مراكز الإغاثة هنا في معبر أرقين، وأيضا العيادات المتنقلة، وأيضا الفرق الطبية المتحركة. أما وزارة الصحة التي تقوم أيضا بضخ وأيضا دفع بالعديد من عربات الإسعاف، وأيضا العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية في معبر قسطل أو هنا في معبر أرقين، وتوجيه أيضا الدعم النفسي، ومهم جدا هذا الأمر فيما يخص الخدمات اللوجستية والطبية، توجيه الدعم النفسي للأسر السودانية والمصرية القادمة وجميع ومختلف الجنسيات القادمة من الأراضي السودانية، وأيضا الاتصال الأسري مع أسرهم سواء داخل مصر أو خارج مصر. هذا مشهد مهم جدا. لكن إذا انتقلنا أيضا إلى مشهد آخر، وهو المشهد المجتمعي. المجتمع المصري له دور كبير جدا في هذا الأمر، في عملية الإجلاء، بتواجد العديد من المبادرات المجتمعية من المؤسسات المجتمع المدني وغيرها. ولو تحدثنا عن القبائل هنا في محافظة أسوان وتحديدا مدينة أبو سمبل، وإذا أيضا انتقلنا للحديث حول العديد من المبادرات والأهالي الذين قاموا بفتح المنازل لاستضافة إخوانهم من الجنسيات المختلفة، وتحديدا العديد من الوافدين السودانيين باستقبالهم في المنازل وغير ذلك من المواقع. أما إذا انتقلنا إلى المشهد الآخر والمهم، هو الحالات الحرجة التي تنقل فورا بعد تلقي الإسعافات الأولية وأيضا الخدمات الطبية، تنقل إلى مستشفى أبو سمبل الدولي أو إلى مستشفى محافظة أسوان. هذا مشهد مهم أيضا من ضمن الجهود المصرية. ويكتمل هذا المشهد بالإشادات وأيضا الشهادات الدولية بالعديد من المنظمات التي قامت بزيارات متعددة ما بين معبر أرقين ومعبر قسطل البري. لو تحدثنا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منظمة الهجرة، منظمة اليونيسيف، وأيضا لو تحدثنا عن برنامج الغذاء العالمي له دور كبير في هذا الأمر، منظمة الصحة العالمية، وكان لنا حديث مع العديد وممثلي هذه المنظمات، وأيضا التواجد المستمر لممثلي السفارات داخل مصر وأيضا البعثات الدبلوماسية القادمة عبر معبري أرقين وقسطل البريين. هذا المشهد الكبير يحمل عنوان عريض، وهو المساندة المصرية على مدار ساعات اليوم من عملية الإجلاء البري عبر نقطتين
نقطة منهم التي أتواجد بها الآن معبر أرقين، ونقطة الأخرى معبر قسطل، وهو ما قامت وزارة الخارجية بتحديده في أكثر من بيان لمن يرغب في مغادرة الأراضي السودانية. ومصر على مدار الساعة مفتوح الأبواب والمعابر، أبواب الأمل المصرية مفتوحة أمام جميع الوافدين من مختلف الجنسيات. هذا هو المشهد بكافة الزوايا، وإليكم الكلمة. أشكرك جزيلا رامي محمد، مراسل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة من معبر أرقين الحدودي.